اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بوضوح يا جماعه. النهارده الصراحه يعني معاكم معتز الدمرداش. لقيت يعني الاستوديو كده منور وفي جمهور جميل، وقلت استغل الفرصه دي قبل ما دكتور عمرو يجي واقدم انا شويه. يا جماعه ايه الجمهور الحلو ده؟ حاجه جميله ومبهره، ايه الحلاوه دي؟ هايل هايل بجد. وبعدين يا استاذ ميزو، يعني يا استاذ ميزو، يعني كنت عايز بقى انا كمان يعني استغل الفرصه دي، يعني بما ان دكتور عمرو مش موجود يعني اقدم معاك وحضرتك تديني المايك شويه وكده. الله عليك يا دوله يا مفسحه، خرب بيتك يا رمزي، انت نطت ورايا في كل حته كده. انا ما انا ما تعالى يا رب تقول مفيش دوله بعمل كده. اه كنت بحسب. طب بص يا دوله والنبي اديني بس مقدمه صغيره كده دول، انا كمان اقدم شويه، انت 5 دقايق وانا 5 دقايق. يا جماعه ما تتخانقوش، وحاجه جميله. الله ده دكتور عمرو جه اهو، ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا ميزو؟ الحمد لله. ازيك يا ميزو؟ والله يا ميزو وحشتنا. والله حضرتك وحشني جدا. يعني انت يا ميزو وحشني اكتر يا ميزو. والله والله بجد مش عارف اقول لك ايه. ايه الابهار وال ده ابهارك يعني يا حبيبي، وايه الجمال والحلاوه دي والشياكه دي والطعامه دي. رب مكلف مكلف. ياوي ياوي. ايوه طبعا طبعا، حاجه جميله. اهلا 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 بحضراتكم وحلقه جديده مع النجم المنطلق كالصاروخ، وانا بسميه كالصاروخ لان هو فعلا فنان متعدد المواهب، بيغني ويلحن ويمثل وعنده الكاريكاتير في شخصيته وعنده سخريه جميله وعنده خف الظل. اسلام محي النجم اللي تالق من سنوات طويله وعرفناه مع المفتش كولومبو لما طلع في الاول وكان محير الناس، ومؤخرا عامل كمان بقلص يعني ما خلاش جاي من هنا لهنا. الحقيقه اسلام محي من اجمل الشخصيات الفنيه اللي الواحد سعيد بيها، لان بيحس فعلا ان هو قدام فنان شامل متكامل يقدر يعمل كل حاجه في الكوميديا ويحط بسمه جميله جدا على وشوش الناس المكفهره المتضايقه المكتئبه التعبانه القرفانه يعني كلكم خلاص يعني ما حدش متضايق خلاص، الناس المبسوطه الحلوه اللطيفه الظريفه الحلوه. معاكم اسلام محي ومعانا فرقته الجميله اللي مشرفينا ومنورينا النهارده. اهلا وسهلا بحضراتكم، معانا الجمهور الجميل اللي اختار النهارده يكون مع اسلام محي. اهلا اهلا بيكم. اهلا بيكم نورين. يعني بجد يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني على المقدمه الجامده جدا دي. وانا لما باجي معاك بجد يا دكتور بحس ان انا باجي بيت التاني فعلا. لا والله انت عارف والله انا يعني من زمان أقول لك إيه متابع نجاحاتك وفخور وسعيد بيك يعني، وحاسس انك انت بتطور من نفسك. بس احكي لي بقى الفتره دي انت ازاي قدرت انك انت يعني تغير من جلدك بالسرعه دي؟ انا بحاول دايما، يمكن انا مقل شويه في البرامج فعلا، ودي حقيقه الناس كلها بتقول لي طب انت بتظهر وبتغيب ايه الفتره دي. انا ما بحبش اطلع في برامج الا لما اكون عامل حاجه جديده، مقدم شخصيه جديده، هنتكلم في كلام جديد. ليا الفيديوهات بتاعتي الحمد لله ما شاء الله، يعني في فيديوهات عامله 1,500,000 وحاجات كده. اكتر فيديو عامل نجاح كان مع الناس ايه؟ الايه؟ اكتر فيديو عامل مشاهده ايه؟ في فيديوهات كتير والله، يعني في فيديو يعني في كذا فيديو، يعني في كذا فيديو عامل الحمد لله نجاحات كتيره يعني. بس يعني انا بحب اظهر واعمل حاجه جديده، ما بحبش اظهر لمجرد الظهور وخلاص يعني. واخر حاجه عملتها ايه؟ اخر حاجه عملتها عندك مثلا دكتور عمرو الليثي مثلا، يعني الله الله احنا ما اتفقناش على كده. لا لا ده هو ده الشغل. لا 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 ده هو ده الشغل. لا لا ستوب ستوب، وقف تصوير. لا لا ستوب. لا شغل يا عم. لا 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 ما اتفقناش. ايه يا اسلام احنا اتفقنا على كده؟ لا لا والله بص، لا انا عامل حكايه كده. انت قلت لي هقلد كل الناس ما عدا انت. لا وانا وافقت. لا لا ده حضرتك اول واحد. اول واحد انتوا موافقين انه يقلدني؟ اه ايوه على طول كده. اه جايين معايا في اي حاجه يقلدني. ايوه ايوه انتوا بتبيعوني كده في اول لحظه، ده احنا لسه في ساعه بينا هنكمل مع بعض حلقات تانية جايه، ما ينفعش كده. موافقين ويقلدني؟ اه سلام والله هايلين. حضر اسفا ورغم انفي ان انا اوافق. اتفضل لازم قلدني يا اسلام. بص انا في ايام نعم احنا اصحاب. لا لا والله احنا اصحاب طبعا يعني أمين. بس والله لا زمان زمان كنت انا بستضيفك وبطلعك معايا يا باشا، ده انا شرف ليا والله. طيب حبيبي. طيب اسلام انا يعني انا برضو افكرك يعني خفت مره عزمتك على الغدا. والله العظيم عادي جدا عزمتك على الغدا زمان، فاكر انت امتى ده؟ الراجل اللي في امبابه.
بتاع الكوارع والممبار ولحمه الراس وكده والطشه اللي كلتها على الملوخيه. بس الطشه جامده قوي عجبتك. طيب يعني في عيش وملح اكيد طبعا. اتفضل يا حبيبي. طيب بص يا باشا، يعني احنا نتخيل في عندكم الصوت اللي هو بيعمل البرومهات بتاعتكم، استاذ خالد تقريبا، استاذ خالد هجرس. استاذ خالد هجرس المذيع الجميل. بالظبط كده. فانا بحب صوته جدا. فاحنا نتخيله مثلا اللي هيعمل برومو قبل ما نبدا الحلقه، فهنعمل ايه مثلا؟ بوحه الصباحي صبح صبح يا عم الحاج، في بوضوح مع دكتور عمرو النيسي في العاشرة مساء، بوحة يتحدث بوضوح في العاشرة مع دكتور عمرو النيسي على قناة الحياة. معرفش انا ايه علاقتي بالعاشرة، حاسس بيعمل كده. انت هتوقعني معايا الابراج من اولها والله المادة دي. فبدأت الحلقة، تترت طلعة، بدأت الحلقة خلاص. فحضرتك قاعد طبعا هو بيعمل لقاء مع بوحة عشان عامل جريمة. فبيقول بقى ايه، قضية شغلت الرأي العام وبدأت معاه بقتل الدبان وبعدها بقتل الحشرات وبعدها حصل اللي حصل. اهلا بيك يا بوحة، عامل ايه اخبارك؟ ايوه صح كده. ايه يا ابتدت معاه بقتل الدبان وبعدها بقتل الحشرات ودلوقتي حصل اللي حصل. مظبوط؟ مظبوط؟ هو حضرتك بتكلمني انا ساعات يعني؟ ايوه يا بوحة انا بكلمك انت طبعا، بكلمك انت اكون بكلم مين يعني؟ عشان ساعاتك فكرتك يعني حضرتك بتعمل بروفر ولا حاجه. لا لا لا، بروفر ايه؟ انت دلوقتي هتقدم نفسك للجمهور وبعدها تقول لي انت ليه عملت كده يا بوحة. لا سعادتك، هي الحلبة المقرنفل دي سعادتك. والله هي الحلبة المقرنفل دي سعادتك بتعمل لي صداع في اصبع رجلي الصغير سعادتك. وبص بقى، مش عايز اقول لحضرتك على حاجة يعني، ان انا يعني خلاص بحس ان انا بني ادم رابع سعادتك يعني. طب قول لي يا بوحة، انت يعني هل انت يعني معاك آلات حادة في الموضوع ده؟ ايوه سعادتك، انا بلعب بركشن. بركشن ايه يا بوح؟ بركشن ايه؟ بقول لك آلات حادة بمعنى يعني هم لقوا دلوقتي في مسرح الجريمة سكينة وساطور وعلبة سجاير. وحياة خالي حسن اللي مات مرفس من جوه، ما اعرف حاجة عن موضوع علبة السجاير دي. يا حول الله يا رب. لا سعادتك كده مش يا بوح. بص اسمعني، بس اسمعني بوح، انا عايزك يعني اولا انا مش قاضي ولا انا مثلا مدير سجن ولا اي حاجة من الكلام ده، انا دكتور عمرو الليسي يا بوح. يا راجل يعني حضرتك دكتور عامل ليش؟ ما انا عارف حضرتك والله سعادتك. طب يعني انا بص يا بوحة، انا عايزك تعتبرني اخوك الكبير واتكلم معايا من القلب للقلب. لا والله العظيم يعني حضرتك اخوي الكبير. ايوه يا بوحة، ايوه انا اخوك الكبير. اتفضل. ماشي سعادتك، بص حضرتك بدل اديتني المساحه دي بقى كده، انا بقى هتكلم بالقلب للقلب دي اللي حضرتك قلتها يعني. بص سعادتك بقى، انا عايز 67 جنيه لاخر الشهر، الحلقه اسفلها خالص يا دكتور يعني. لا لا، طب يا بوحة اسمعني بقى، 37 جنيه يا بوحة اسمعني، هقول لك بس 15 جنيه وحياه ابوك، وانا مش قادر خالص سعادتك، انا مش قادر يعني، هو 15 جنيه بس يا دكتور لو سمحت. طب ماشي يا بوحة، هديك اللي انت عايزه، بس قول لي الاول انت ليه عملت كده؟ وهل وهي وانت بتقتلها يعني عملت اي اصوات، عملت اي حاجه، استغاثت الكلام دوت؟ ايوه سعادتك، هي بص انعرت تنعرتين ونزلت على جنبها الشمال. ايوه سعادتك كده. طب بص بقى يا بوحه، يعني انا واضح كده ان حضرتك انت اللي عملت الجريمه، وهو بوحه يا جماعه هو اللي قتل الست. لا سعادتك، يا نهار اسود وملحوس بجل ناشفه. بص سعادتك بقى، لا طب انا عايز المحامي بتاعي، ايه العيد فرحه؟ ما شكرا يا دكتور. بس بص يا اسلام، انا حبيبي مش قاضي ايوه ولا وكيل نيابه. طب ليه سعادتك؟ ولا ظابط فعلا، انا صديق جاي يقعد معاك النهارده يا دوبك نقول كلمتين ونفضها سيره ونقوم. ارجوك افتح لي قلبك وفضفض معايا. ما انا فاتح قلبي هو على الاخر والله. قتلتها ليه يا اسلام؟
انا حضرتك انا جميل عملت شو حلو قوي قوي. انت خلي. انت انا عايز اعرف انت ازاي بتخش في الشخصيات يعني انت بتعمل فوق الايه 200 يعني شخصيه حوالي داخلين في 100 شخصيه دلوقتي 100 شخصيه يعني وكل شخصيه الحقيقه بتعملها باقتدار جدا كما لو انك انت لابس الشخصيه الحمد لله بتلبسها ازاي يعني بقى 48 يعني بتلاقيه بسهوله ولا قليل اصل جمالك زادت انت عارف ان جمالك زادت الموضوع كبر قوي فالموضوع بقى صعب تلاقي حتى 48 لا مفيش والله انا يعني عموما انا بقعد اذاكر الشخصيه ببدا يعني اشتغل على تون الصوت الاول بعد كده رياكشن الوش البادي لانجويج لغه الجسد الحركات حاجات كتير كذا عامل وبعد كده ببدا اقيس ده على كل الناس اللي حواليا بشوف في الشخصيه فعلا بقت حسيت ان هو ده ولا مش هو او كده فبيقولوا لي اراء لا ده فعلا ده هو بالظبط ده كده مش بالظبط كده يعني بس هو اهم حاجه بقى روح الشخصيه يعني تحس ان يعني بعيش الموضوع لدرجه ان انا بحس ان هو انا نفس الشخص يعني انا بحس بده فعلا طيب يعني. انا سمعت كمان انك انت عامل حاجه للاستاذ محمد منير صديقي العزيز استاذ راغب علامه راغب علامه ولا محمد منير لا 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 استاذ راغب الفنان كبير طبعا راغب علامه طبعا والفنان محمد منير انا اخويا عمل فرنة اخوك هو اللي كتب له ولا انا كتبت لمحمد طب تعالى محمد علامه راغب علامة وراغب منير نحطهم مع بعض الاثنين يطلع راغب علامه ومحمد منير تعالى ناخدها من اول عملت ايه مفيش انا كتبت للفنان راغب علامه اغنيه اسمها اديته رنة ده كان لحن اخويا الملحن احمد محي عملنا تركيبه كده وكان لون جديد عليه انا بصراحه يعني احنا كان اخويا كان بيسمعه حاجات تانية فقال في الورقه اديته رنة لا لا طب بس دي مش هتليق فبيكمل فقال له لا 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 انا عايز اسمع اديته رنة دي ايه الموضوع ده فبدا يسمعه طب ما تيجي نشوف ايه رايك نشوف تعال نشوف بقى يلا نشوف على فكره بالمناسبه هي دي توزيع الموزع مدحت خميس هو مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش هو مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش غلطان انا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل غلطان انا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل وكل مرة عمل اللي فيها عم الزعبان ومفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش بس كده لا يخليك امال محمد منير لما يغني انا عندي بغبغان غلباوي ونص يغني ازاي ده المجموعة كلها محمد منير ومحمد فؤاد يغنوها ومجموعة كبيرة بقى ما تيجي نشوف تعال نشوف بقى كده ماشي وانا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان بيلقوا التلة قولوا ويذكروا الليل بيطول والصبح حلقة يقول ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان وانا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان وانا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان بيلقوا تلقوا قولوا والصبح يطول والصبح حلقه يقول ويعيدوا لوحده كمان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان بيزلم كلمه جيزو بالزيت ويفرح لما صلحوا بالسكر النبات ويغني غنايا كله ويقلد النغمات ويغني غنايا كله ويقلد النغمات
اتمنه ودنه حلوه وبيحافظ ايامينه، ولا عمره مره نشز ولا لخبط في النجمات زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. وانا عندي بغبغه غلبه بنص لسان، وانا عندي بغبغه غلبه بنص لسان، بيلقط اللي قوله ويذاكر اللي بيقول، والصبح حلقه يقول ويعيده لوحده كمان. ماشي يا ايه يا منير ده؟ شفت بقى ايه الحلاوه دي؟ انا حبيت اقول اي حاجه حلوه كده. طب يعني جبت محمد منير ازاي؟ ولا الشخصيه بتبقى قدامك الاوت اللايرز بتاعتها الخارجيه، فانت بتقول يعني منير جبته ازاي؟ حركات انت صوته وحركاته. ما بالظبط كده. يعني انا بشتغل بقى على الشخصيه، الصوت الاول بيطلع وبعد كده الحركات. ويعني برغم ان انا مثلا يعني جسمي مليان شويه، بس الناس بتحس ان انا يعني انا غمضت عيني دلوقتي وسمعتك حاسس مع محمد منير عادي جدا. يعني عادي. مفيش اي حاجه. طب ممكن تطلعنا فاصل يا استاذ منير؟ هنطلع لفاصل ونرجع في بوضوح مع دكتور عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني مع النجم الجميل الممتع اسلام محيي، اللي الحقيقه انا عارف ان ليه اراء كتيره جدا مهمه كمان، مش بس في الفن كمان في السياسه. واظنك يا اسلام الفتره اللي فاتت طبعا شفت الـ يعني الـ الانتخابات الجميله اللي حصلت. اكيد طبعا العظيمه وبتاعت مجلس النواب. وطبعا بقى النهارده عندنا برلمان، عندنا مجلس نواب، وطبعا البرلمان بيعبر عن مشاكل الناس طبعا. يا ترى انت ليك اي تصور للبرلمان؟ ليا تصور للبرلمان طبعا. انا عامل النهارده مفاجاه الممثلين في البرلمان. يعني لو تخيل بقى الممثلين هم اللي موجودين جوه البرلمان وايه اللي بيحصل جوه والكلام ده كله. طبعا مع احترامنا تقديرنا للبرلمان المصري. طبعا. يلا فرجنا. طب تعالى بقى نقول كده، احنا هنتخيل طبعا دكتور توفيق عكاشة هو رئيس البرلمان، ونشوف بقى ايه اللي حصل في جوه بقى. فهو بيقول: اهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة في من جلسات البرلمان اليوم. حقيقة انا يعني بقالي على مدة 3 سنين على التوازي ماليه واخد لقب مفجر ثورة 30 يوليو اللي هو انا يعني من دايرة سملح العرس وبهتيم ووسنة تقريبا ماليه، واحدى الكرة المجاورة وكشك صغير طبعا. ماليه ايه يا عز؟ ايه سنتين بس يا سيدي، ما تدققش، ده انت حنبالي قوي يا عز. الله. نبدا الجلسه اليوم. اول النواب، الكلمه الان الى الاستاذ عبد الله مشرف. تفضل يا استاذ عبد الله. والله يا دكتور يعني انا بس سياده الرئيس تعديل بسيط، بس اسمي عبد الله مشرف. عبد الله مشرف حضرتك قول ورايا كده عبد الله. خلاص يا استاذ عبد الله، واحنا في حصه لغه في ايه؟ خلاص ماشي اتفضل. ماشي يا سياده الرئيس. كنت عايز بس، انت عارف حضرتك ان يعني احنا في عصر السرعه وكل حاجه بقت بسرعه، ومش عارف الا النت ساعتك بطيء بطء السنين، انا مش عارف اعمل ايه مع اني غيرت الراوتر وغيرت السرعه وغيرت الفانيلا الداخليه خليتها اسود حتى مش ابيض، مفيش فايده، مش عارف اعمل ايه. والادهى من كده يا سياده الرئيس خدمه العملاء،
يقعدوا بقى يكللوك بالساعات كده وتاخد وتدي في قلبك، ممكن تخش تعمل حاجه وترجع تاني وحاجات كده. الغريب بقى والادهى ان نفس الست اللي بتتكلم في النت دي هي نفس الست اللي بتقول لك انا اوشك انا نسيدوكم على النساز اللي في التليفون. بتلاقي وقت منين تعمل كده؟ مش عارف، انا نفسي اشوف الست دي، نفسي اشوفها، مش عارف. شوف لي حل في الموضوع ده يا ست الرئيس. ماشي يا استاذ عبد الله، هنشوف الموضوع ده ويبقى استدعاء هذه اسمها ايه الست دي؟ مش عارف، هي الست اللي بتقول لقد اوشك رصيدكم على النسيج. ماشي ماشي، قد اوشك رصيدكم استدعاء. الكلمه الان الى الاعلامي عمرو اديب، تفضل يا ست النائب. انا عايز حد يفسر لي الحكايه دي. وإذ يعني ضربت البدلة، نزلت جبت العربية، رحت مطعم شيك، حاجة يعني مفتخرة كده جميلة. راجل الجرسون جه ادالي، زرفني الابتسامة اللطيفة، نزل السلطات بابا غنوج، وإذ باكل همبرجر وحصلت الفاجعة خالص. يعني مش عارف انت من كتر ما انا حصلت الفجيعه. طب ايه هي الفجيعه يا استاذ عمرو؟ مفيش يا ست الرئيس كابوتشي في الهمبرجر يا جماعه، مفيش كابوتشي خالص. واذ حضرتك تعلم جيدا ان الهمبرجريايا ما تظبطش الا بالكابوتشيايه خالص. فيعني ارجوك يعني في بلغاريا وبوركينا فاسو في كابوتشي يا جماعه بالعبيط. اقول لكم على حاجه، انا هزرع الكابوتشي، علموني يا جماعه، انا بتعلم بسرعه خالص. طب خلاص يا استاذ عمرو، احنا هنشوف حكايه الكابوتشي دي ونغرق لك البلد كابوتشي. امال ايه؟ امال ايه؟ الكلمه الان الى النائب خالد سليم. استاذ خالد سليم، ايه رايك في اللي احنا قلناه وايه رايك فيه انا شخصيا يعني؟ اتفضل يا استاذ خالد. زي الملائكة ولا فيك من البشر ولا حاجة في ملامحك يشبه للقمر. جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي ومنين انت جاي؟ انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني، انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني ملوش اثر. طبعا وجهة نظر تحترم يا استاذ خالد، وميرسي على الكلمات المعبرة. الكلمة الآن إلى الأستاذ النائب. إيه يا جماعة الدوشة دي؟ ها! أنت خلويتها أم حسن، بقى بتعمل البرلمان من غير يا توفيق. يا أستاذ عادل، أنا ما اسميش عادل. أمال اسمك إيه؟ عدول. وبعدين اخي على ده زمن إن الإنسان ملوش ثمن. أنا هروح لابني حمادة. تعال يا حمادة، ما تخافش، ما تخافش يا حمادة، أنا ماشي. طب خلاص خلاص، اهدى بس يا جماعة، جيبوا له حاجة ولا حاجة يعني، شربوه أي حاجة يعني ولا بتاع. الكلمة الآن إلى الداعية عمرو خالد، اتفضل يا أستاذ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طبعا النهارده انا مبسوط جدا ان موجود فعلا والله يا دكتور. وبعدين انا النهارده هجمع كل الناس دلوقتي على الفيس وهنقول كلام كتير قوي قوي. قد ايه يا اختصر يا دكتور، اختصر اختصر يعني. ماشي، انت تؤمر يا ست الريس، عينيا الاثنين بجد. فهختصر، انا جاي النهارده اتكلم في موضوع مهم جدا، مهم يهم كل حد صغير وكبير في كل الاسر يا جماعه.
الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهارده فعلا الميرمي متشوش. يا جماعه النهارده في كل الكافيهات بيذبحوا الناس. بيذبحوا الناس والراجل يبقى داخل محترم يدفع 150 جنيه لنفسه و150 جنيه لمراته 300 جنيه. 300 جنيه يا جماعه يعني حرام كتير قوي كده. ارجوك فارجوك يا سيادة الرئيس خد معايا القرار دلوقتي وخد ثلاث قرارات. ثلاث قرارات، اول قرار تلغي المينيمم تشارج من الكافيهات. ثاني قرار تزودوا الكابتشينو عشان انا بحبه قوي. قوي قوي يا دكتور عمرو والله. بحب الرغوه بتبقى فظيعه حلوه قوي قوي. ثالث حاجه وخلي بالك من دي يا دكتور عمرو ومن الناس كلها، خلي بالكوا يا جماعه من دي مهمه قوي. مهمة جدا، أي حد بيبغي دلوقتي ينزل من على الباب اللي جنبه ويركز معايا. ثالث حاجة مهمة أوي، التشيز كيك مع الأفضل. ربنا يكرمنا. شكرا شكرا. هاي هاي دكتور عمرو، وإن شاء الله يعني هنبقى نناقش الموضوع ده. الكلمة الآن إلى الباشمهندس وحيد سيف. إيه ده؟ سيادة الريس. راجل. يا استاذ وحيد في ايه؟ اسم الفنان وحيد سيف، باش مهندس ايه؟ ليه داخل بنرجل؟ راجل. طب اتفضل يا استاذ وحيد ما تزعلش. ماشي مش هزعل ولا حاجه، بس حضرتك انا عايز اقول على حضرتك حاجه مهمه، مش لاقي تذكره عمر خيرت. قعدت ادور هنا وهنا، فين ايام حاجه جميله ومبهنه، مش لاقيها، مش عارف اعمل ايه يا استاذ الرئيس. يا استاذ وحيد، ما عندك في جامعه الدول، وعندك في سور نادي الزمالك، وعند البوسطه ناحيه الكات، وانت الكات وانت بتلف، يعني ايه المشكله؟ يعني مش لاقيهم خالص، وحتى على النت مفيش. يا وزاره الثقافه انا عايز اتثقف. خلاص يا سيدي هبقى احجز لك انا من عندي، ما تضايقش نفسك. يعني الكلمة الآن إلى الأستاذ النائب محمد هنيدي. تفضل يا أستاذ هنيدي. يا بتاع النعنع يا منعنع يا منعنع، يا بتاع النعنع يا منعنع يا منعنع. يا أستاذ هنيدي أنت جاي تهرج ولا إيه؟ سوري 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 سوري، معلش يا سيادة الرئيس، حصل قلع قصدي لابس. سوري سوري معلش، كنت بسمع حجاج في الهيدفون، سوري جدا معلش. هاي يا جماعة كنتوا بتقولوا إيه بقى؟ عشان يعني ما حضرنيش الموقف. بتقول ايه يا استاذ هنيدي؟ حضرتك هتتكلم ولا تسكت ولا ايه؟ لا لا ازاي، هتكلم. يا بتاع السكر يا مسكر يا مسكر. خلاص خلاص يا استاذ هنيدي اسكت بقى خلاص، وشكرا على هذه. ايه ده يا جماعه، ده ما حدش احرجني كده قبل كده. ماشي ماشي فن ماشي ماشي. فات 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 فات. يا زياده القبطان، انا ممس النائب الجديد، وعايز اقول كلمتين وبحيي النواب اللي موجودين. عايز اقول على حاجه، هم مش زودوا المعاشات، فين الزياده بتاعت ممس؟ يا استاذ ممس، على راسي من فوق يا استاذ ممس. حاضر عيني، حاضر هزودك. الكلمة الآن إلى أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر. تفضل يا أستاذ هاني شاكر. اه والله حبيب قلبي، اه والله الله أكبر عليك بجد، والله والله الله أكبر عليك يا دكتور عمرو، والله أكبر على برنامج بوضوح، والله أكبر على الفرقة، والله أكبر على النواب وعلى أزاز المية المعدنية يا حبيبي. اه والله اه. طب اتفضل يا استاذ هاني، اتفضل. حاضر يا حبيب قلبي. الحقيقه انا عارف ان النهارده اول يوم برلمان، وبالنسبه لي اخر يوم يا حبيب قلبي. اه والله. طب ليه يا استاذ هاني وحد داسلك على طرف؟ محدش يا حبيبي يقدر خالص يا حبيبي. اه والله. طب يعني اشرح لي بس الموضوع، اشرح لي يا حضرتك. انا يعني عندي نقابه الصبح، ودلوقتي برلمان غير الحفلات، فمش هقدر يا حبيب قلبي اوفق ابدا ما بين الاثنين، فهسيب الفرصه دي لحد تاني يا حبيب قلبي. يعني حضرتك يا استاذ هاني كده هتنسانا خالص يعني ولا ايه؟ مش فاهم. نسيانك صعب اكيد، وخصوصا عم سعيد.
أبدأ من تاني حياتي وأصادف عكش جديد ويلاوي إني شغل التاني مش هي رجع لي مكاني ولا هيعوض حرماني لا بالعكس ده هيزيد والله حلوه القفله يا دكتور قوي هيزيد الله اكبر ربنا يفتحها في الشغل يا فرقه والله يا حبيبي طيب هايل يا استاذ هاني وبس موبايلات بقى استاذ هاني خد موبايلاتي ونتصل الكلمة الآن إلى الإعلامي أبو حفيظة فضل أستاذ أبو حفيظة وش كده هفكينا أنا شخصية من الهاري اللي اتقال ده كله ولكن هضيف بس كلمتين كده على الزميل اللي أنا مش فاكر هو قال إيه مش قبلي طبعا من شوية ولكن خلينا يعني طبعا مش عاوز أقولك بقى كل سنة هم طيبين وأول يوم برلمان والهاري ده ولكن خلينا نخش في الموضوع بشكل شخصي انا هتكلم معاك من القلب للقلب يعني حاسس ان انا اعرفك اكتر من 10 دقايق فارجوك اسمعني مبدئيا الخلاصه بقى مع ابو حفيظه سايكابالاس اسف الحلحبيله سيكروت روت في الحوت حط وش هيخلي الابانس يعلى وش فيعني هايل فيري ويل دان برلمان هايل ماشي يا استاذ ابو حفيظ الكلمه الان الى حبيشه المعلم حبيشه محمد رمضان تفضل يا استاذ محمد ثقه في الله انا وعم كامل هنجيب حقوق الغلابه دي ثقه في الله انا هنزل ازازتين زيت وواحده كراميل من عندي حبيشه يا صاحبي ازيك يا حبيش تعال مسطر انا بحبك يا حبيش وبحب الدكتور عمرو برنامج بوضوح يا حبيش خلاص يا جماعه خلاص اعتبروا اللي انتوا قلتوه ده خلاص حصل يعني نختم الكلمه الان الى الاسطوره الاستاذ احمد زكي تفضل يا استاذ احمد يعني كل لحظة وانت طيبين يعني انا ما قلتش كل سنة وانت طيبين ولكن يعني قلت كل لحظة وانت طيبين يعني عشان كل لحظة بتمر على حياة البني آدم بنجاح وحب يعني ده إضافة لي ولكن يعني المواطن المصري ليه ضحكة حلوة كده يا دكتور عمرو اللي هي دي في أي حد يعاك من عليه يعني أقوله عيب 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 يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا محاكاة جميلة جدا وبشكل كاريكاتيري طبعا وطبعا تقديرنا لكل اللي انت قلتهم بجمال جدا شديد بحييك وبجد انت ربنا يخليك يا دكتور والله يعني يا رب اكون قدرت بس يعني اسعد الناس يعني كان كويس عجبكم اكتر واحد عجبكم في ادائه كان مين كله مين عمرو اديب هايل بجد طب استاذ عمرو ادي طلعنا فاصل يا جماعه النهارده احنا لازم دلوقتي يا جماعه ناخد فاصل خلص عشان يبقى حياتنا فله شمعه منوره ورجعنا لكم تاني مع النجم المتالق الجميل اللي انا بقول لكم قلت لكم زمان هيبقى له مستقبل باهر وفعلا قد كان بقى نجم من النجوم الجمال جدا في مجال الكوميديا والدراما والغنى وانا سعيد جدا بيه لكن اكيد انت بتتعرض مثلا ممكن هل في حد زعل لما انت قلته لا خالص يعني انا على فكره معظم الممثلين اللي انا بقلدهم طبعا انا بقلدهم باحترام واهم حاجه عندي في التقليد الاحترام يعني ان بتخيل ان الشخص اللي انا بقلده قاعد بيتفرج عليا فمش معقوله اغلط فيه ما حدش خالص زعل خالص بالعكس انا بلاقي ناس
ممثلين ويقول لي طب احنا مش هنتقلد بقى بصراحه الناس إيه؟ الواحد بينبسط لما بيتقلد. لكن بالزبط. امتى اتعرضت مثلا انك تقلد حد ما توقعتش ان حد يطلب منك تقليده؟ ممكن كنت في حلقه مع يعني الاعلامي يوسف الحسيني الزميل العزيز طبعا حصل ايه؟ فكنا متفقين على حاجه ففجاه قال لي تقدر تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهوا يعني. فقلت له فهو كان بيقول يعني ممكن يقول اسلام طب تعرف تقلد يعني هقولك على حاجه يعني احنا ما كناش مرتبينها مع بعض تقدر تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ عامل لي كده سعيد يوسف تعرف صوته روتانا سليمه هو طول الوقت في اوضه انا بحب صوته تحياتنا ليه. طيب احنا ايه بقى هنستمع بقى دلوقتي لمجموعه مطربين مظبوط يلا بقى يلا بقى. بينا يلا انا تخيل ان قطاطه بتقدم المطربين انت بتحب محمد سعد قوي قوي فين الكاميرا بتاعتي؟ طيب يا ابني اهي طيب ازيك يا دكتور وحشني والله ايه الحلاوه دي؟ انت حلوه قوي والله بحبك قوي قوي يعني دلوقتي اعدد لكم الفنان الجميل اللي خد الرومان في حجره محمد منير حبيب قلبي وقلبه مسكت شعبيه كنت واخده عنده شقه حبيب قلبي قوي حلوه قوي اتفضل يا كينج اتفضل أنا والله أنا سعيد إن موجود النهاردة في بوضوح مع دكتور عمرو الليثي طبعا وعايز أقول إن مفيش فرق ما بين حاكم ومحكوم مفيش فرق بين اللي بينزل الأول فيصل وآخر فيصل المهم ينزل فيصل مش تعالوا نقول علي صوتك بالهول وعلي صوتك بالغنى سد أغاني ممكنة مش هكمل الأغنية طلبت معايا عرفكم بالفرقة دلوقتي معانا دونجا سافة ومعانا بكالونجا في واحد النهاردة الصبح مسح لي العربية ده لازم نسمع له تحية تعالوا نكمل الأغنية أكروا أنا المذكور على الساكن في العنوانية أكروا أنا المذكور على الساكن في العنوانية إن الصبر عليا صدق طعم المر في قلب إيدك يمرر فيه والعمر إيدك يغير حبك من جوا أكروا أنا المذكور على الساكن في العنوانية ايوه يا حبيبي حلو قوي كلامك والنبي حلو ايه ما خدفتني كده ماشي بس المطرب اللي بعده الحبيب امي اللي استلف في اغنيته مش عارف استلف كام بس استلف كده رفض دام جورج وحشوف حبيب قلبي اتفضل يا ابو وديع هو فين وديع هيهي وسهري وحبي حتى جراحي وألمي وأسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوت كلامي أهاتي ألامي سلفوني بكرة تدفع التأمل للدنيا والأيام وتباقي راحك للزمن وتقول له عاوز وتقول عايز كام
قديم كده من سلف ودين حبيبي حلو قوي خالدنا بس حبيب قلبي يعني نجم الشعبيات اللي وقعت مع ناس رايقه كده وحلو احمد عضويه اتفضل يا حبيبي حلو قوي قوي كده وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق ماليش في دول وبحب الناس اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق لا 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 ماليش في دول وماليش في الدمع لال ولا في الناس الشيال كل اللي في قلبه حاجه والبول يقول وماليش في الدمع لال لا 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 ولا في الناس الشيال اللي في قلبه حاجة أول بأول وبحب اللي يخلي عالم واللي ما يسيبهاش ده العمر صغير ليه نتغير ولا ما نعيشهاش وبحب اللي يخلي عالم ولا عمر صغير ليه نتغير ولا ما نعيشهاش وبحب الناس الرايق اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايق لا 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 ماليش في دول يا حبيبي يا دكتور عمرو حلو يا دكتور عمرو حبيبي حلو قوي 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 حضرت لي كده قدامي فيلم 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 وجبنا رومي فيلم حبيبي قلبي ايه ده حسام عباس والنبي عناصر على طول من الفيلم لقيته مركون بره حبيبي فيلم بعتب عليك بعتب عليك اللي ما خدتنيش معاك في الهند كده اتفضل يا حبيبي يا حسام مساء الخير عليكم جميعا ازيك يا توتا وحشاني خالص مالس وبجد يعني انا جبت لك بونبوني وشوكولاته وعلبه سجاير حبيبي احس لا والله هسمعكوا دلوقتي اغنيه بصراحه زيك دكتور عمرو وحشني جدا للجمهور حضرتك ما خدتش طيب تمام ايش يلا نقول ولا ليا مجنون قول علي موهوم خدها كلمة مني وبالآخر هتحن في يوم قول علي موهوم قول قول علي موهوم ما تقول خدها كلمة مني وبالآخر هتقول لي امشي مش همشي كيف لحد يقول بمشي ما بمشيش انا غصب عني ما بمشي بقيت خلاص مش عارف اعيش قول علي مجنون قول علي موهوم ما تقول خدها كلمة مني وبالآخر هتحن في يوم الله الله حلو قوي قوي يا حبيبي كمان 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 دلوقتي بقى هو صرف هو اتأخر ثلاث دقايق ولا ايه ومن شوية كده يومين معدوا بمراجيش يا ترى عرفتوا حبيبي بهاء سلطان اتفضل يا بوب سنة مساء الخير عليكم جميعا السلام عليكم الناس اللي فوق معانا ايه ده مفيش ناس فوق في لومك دكتور عمرو حبيب قلبي وحشني والله الناس الجمال يلا مع بعض بقى اهو طب حاضر طب طيب مش عارف ارديك بايه طب ايه طب ايوه طب حاضر طب لا ما تقول اعمل لك ايه عمال يتدلع 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 ولا قلبي ولا يولع ايه ولا
صباح الفل يا باشا، ازيك يا دكتور عمرو؟ عامل ايه؟ بكلمك يا باشا. ازيك يا شعبولة؟ ازيك يا عم احمد؟ عامل ايه يا باشا؟ الله يخليك، الله يخليك يا شباب، ضربت الفسلين وجيت اهو يا باشا، الله يخليك، الله يخليك يا عم احمد، الله يخليك يا باشا. الله عليك يا عم رامي، الله عليك، فرقة جامدة جدا، فرقة فظيعة جدا، حبيب قلبي. يلا يا باشا. الله الله يا عم رامي. خلاص خلاص هبطل غنى واسرح ببيض وسمين، خلاص هبطل غنى واسرح ببيض وسمين، عشان خلاص الغنى دلوقتي بقى تنطيط. ويا هليل وإيش 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 دماغنا صباح تاخد إيش إيش وإيش 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 دماغنا صباح تاخد إيش عديش 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 مكانك قبلة الشهرة تتساوى معاملة ستشوف مكانك قبلة الشهرة تتساوى طبله عبله طبله عبله مش قادر اسكت ولا بلم على الاعلانات ده انا اتكلم مش قادر اسكت ولا بلم على الاعلانات انا بلم قبل المسلسل وفي نصه بالعافيه لازم هتبصه قبل المسلسل وفي نصه بالعافية لازم قصه بس خلاص. عباس حمودة فين؟ فين عباس حمودة؟ جبته؟ لا ما قلتوش. لا ما قلتوش. بس ممكن يعني بتشتغل عليهم ازاي؟ اولا انت عامل شغل هايل والفرقه عامله شغل رائع، بس بتشتغل عليهم ازاي؟ يعني انت كل واحد مفيش واحد جله، يعني انت عارف ممكن وسط الكم واحد يجلي، لا انت كله الحمد لله. ما انا بقعد بقى يعني هي يعني عارف هو زي فلتر كده، يعني بقعد افلتر الشخصيه زي ما بيقولوا واشتغل عليها بقى على الصوت والحركات وال مين الشخصيات اللي جايه بقى؟ اللي جاي؟ فكر في مين بقى؟ والله لسه يعني انا بص لما في حاجه بتحصل في الاعلام او في حاجه بتظهر بقوم مشتغل يعني عليها. اصوات النسائيه اخبارها ايه؟ في سناء جميل مش ممكن ابدا، ايه ده؟ ايوه يا عم ولا يا حمو تمسحها يا ده، ازيك يا عموره وحشني جدا. غير مدام سناء مين تاني معاك؟ في بحبك جدا انا. ومن الجداد من الاصوات الحريمي؟ من الاصوات لا مفيش، يعني مفيش لسه اصوات حريمي، بس انا يمكن في المفتش كرومبو مثلا عملت اصوات كتير جدا، عملت اكتر من 200 شخصيه مثلا. فكرنا كده حاجه بكرومبو كده. كرومبو بيقول لك ايوه النهارده كنت موجود في برنامج بوضوح مع دكتور عمرو الليسي والجمهور الجميل وفجاه ما حصلش حاجه. على فكره بمناسبه كرومبو انا اشتغلت فيه انا وماجد صبري يعني كاصوات، بس اي حد تاني بقى يجي يطلع ويقول لك انا كرومبو وما اعرفش ايه. انت كرومبو انا عارف ان انت ناس كرومبو. ناس كتير قوي بتطلع لا 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 انت كرومبو والله كرومبو وبتاع وداخل وعامل شو كل حاجه ويقول لك لا والله انا كرومبو. حكايتك ايه مع بقلوز؟ بقلوز طبعا بقدمه مع مدام نجوى ابراهيم طبعا، وعاملين بنحاول نرجع الحاجات اللي افتقدناها لبقلوز وبوجي
بقلوز مثلا يقول لك ايه؟ ازيك يا دكتور عمرو، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا بقلوز؟ توحشت جدا. من زمان يا بقلوز ما شفتكش. ده ازاي ماما نجوى؟ ده كويسين جدا. كويسين طيب. والله العظيم ثلاثه وانا وانتوا ايه ده؟ ايه ده الجمهور؟ وحشني جدا جدا. والله ما فكرش قال الاستاذ عادل امام؟ بص الاستاذ عادل امام بقلده حركات يعني ممكن. بص هو ليه حركه كده ممكن مثلا ايه احنا امسك احنا زي ما احنا صح؟ بقول لك ايه؟ مساء الخير يا جماعه. انا شوف يعني انا تعبان كده يعني بس. طيب اولا انا بشكرك جدا، انت بجد اسعدتنا النهارده. الله يخليك والله. وانا واثق انكم كلكم مبسوطين جدا انك انت فعلا يعني شفت كانوا جايين ازاي من كده. طبعا دلوقتي بص ازاي الفرحه دي كانت جايه ايه حاجه فوق حاجه تحت واللي جنبها بقى عامل كده هو قال لك الحلقه دي تخلص امتى. شوف دلوقتي عاملين ازاي. يا رب يكون قدرت. اما بقى ده بص يا خرابي ظابط نفسه ظابط يعني وازن الدنيا بجد. انت اسعدتنا اسعدت الجمهور وانا يعني زي ما تمنيت لك زمان التوفيق والنجاح انا بقول انت الحقيقه عملت حاجه رائعه جدا الحمد وثبتت اخدامك بشكل جميل والناس كلها بتحبك والدليل الملايين من المشاهدين على اليوتيوب ده اكبر دليل حب الناس ليك. بشكر الفرقه الجميله جدا شرفتنا ونورتنا النهارده. هسيبك بقى تختم الحلقه بشخصيه تغني لها باللي انت عايزه. انا بس ما هو برنامجك انت واخده من بابه. انا حيالله ضيفك النهارده. لا يا باشا ازاي ده دكتور يعني احنا انا سعيد جدا اولا يعني باستضافتك ليا ودايما على فكره الدكتور عمرو الليسي دايما بيشجعني ودايما يعني بلاقيه دايما في ظهري كده بصراحه يعني فانا يعني حبيب. بشكرك والله بجد وسعدت جدا ان انا موجود النهارده وبشكر طبعا الفرقه وبحب اشكر برضو في محمد شاكر اللي شاركني الحوار النهارده اللي احنا قلناه. بنقعد على فكره كل حلقه نقعد نعمل ورشه طبعا فبعمل كده. واخر بس حاجه طبعا انا بحب اشكر والدي ووالدتي اللي ساعدوني ان انا افضل يعني ابقى اسلام وحي اللي انا قاعد قدامكم. بنبعت لهم كل الاحترام والتقدير يعني. نختم ايه بعد غني ولا نختم بايه اللي انت عايزه؟ نشوف مين طيب تحب. انا بشكر جمهورنا جدا كانوا معانا الاسبوع على الف خير. نختم مع اسلام وحي. اوكي حبيبي يا مثلا حبيبي يا حبيبي ممكن نقول حبيبي يا حبيبي يلا تطيع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستناك واتمناك الفرقه عليا صعبه وزي الداره شقي وانا عميق لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا للبعد نهايه وانت بقالك سنه يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت فين الله عليك شكرا.